بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر